أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عادت الفنانة السورية فرح يوسف عادت لتجذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وهذه المرة بعد حديثها عن الأديان والزواج المدني الذي طالبت بتطبيقه في سوريا. تصريحات فرح يوسف الجديدة كانت ضمن إطلالة لها بحلقة خاصة مع برنامج شو القصة الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة زيات على قناة لنا المملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام سامر الفوز، حيث قالت فرح إن زوجها الفنزويلي ويدعى كريستيان حامل الجنسية الأمريكية لم يكن راضياً عن زواجهما في البداية بسبب اختلاف الثقافة بينهما، وأن الحريات في الغرب لا تعد ولا تحصى في الوقت الذي توجد حدود كثيرة في سوريا وتقييد كبير للحريات التي تقيدها العادات والتقاليد. وعن زواجهما قالت فرح إنهما تزوجا مدنياً في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم تثبيت الزواج في سوريا. وعندما سألت رابعة عن تغيير ديانة زوجها فقالت فرح إنها هي التي لم ترضى أن يغير ديانته، لأنها ترى أن ذلك غير منصف وغير عادل أن يتخلى هو عن دينه من أجلها، وأنها سوف تربي أولادها إن رزقت بهم على الديانتين معاً. تصريحات فرح يوسف أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل حتى وسائل الإعلام التي تناقلت هذا التصريح، وخاصة الجزئية المتعلقة بموقفها من تغيير دين زوجها، فكتبت الآلاف من المنشورات حول ذلك. سنتناول بعض هذه المنشورات التي كتبت. جوري تقول في هذا المنشور: تعرفي يا فروحة شو حكم ارتباطك منه بالشرع حاليا؟ حكمه زنا. لازم أسلم حتى تتحلل علاقتك فيه، وبعد إسلامه بتعملي معه عقد جديد. أما ياسمين فقالت: خلص استلموها فاضين ولقوا قصة يرغوا فيها، غلطت المخلوقة وطلعت مقابلة، كل مين حر بحاله بحياته، ما حدا بيتحاسب عن حدا، اتركوا الخلق للخلق يا للخالق يا جماعة. أما يحيى فيقول: عذر أقبح من ذنب، أنت بدك تقنعي حالك أنه ديننا العظيم ولازم يتقبل فكرتك لأنها على هواكي، إحنا ديننا العظيم وأعظم وأكبر من تفكيرك. أما محمد فيقول: الحب الخالص لله تعالى وحده، ويكون بطاعته وتطبيق تعاليم شريعته وليس لعبده. على إحدى الصفحات الإخبارية واسمها روحي علقت فرح يوسف على المنشور الذي تحدث عن تصريحها الأخير، فقالت: محبتي لكم جميعا، وبتمنى تشوفوا الحلقة على اليوتيوب قبل ما تظنوا فيني السوء، وبتمنى تقدروا تفهموني صح. أنا رفضت دخول زوجي ديننا الإسلامي إذا كان بس لغرض الزواج مني ولنعيش سوا، بدي زوجي يتعلم ويتثقف أكثر عننا وعن ديننا الكريم، ولما هو يريد ويصير جاهز ومقتنع من قلب وعقل وروح وقتها أكيد رح كون مبسوطة وسعيدة وداعمة له بهذا القرار. أما على حسابها في إنستغرام فنشرت فرح هذا المنشور تقول فيه: الدين لله والله محبة، هكذا هي تحيتنا العربية مرحبا، والتي هي مشتقة من كلمتين في اللغة الآرامية مار وحبة، وتعني الله محبة. أنا بحبكم جميعا بدون استثناء مهما اختلفتم بآرائكم وأطيافكم وألوانكم، كلنا على دين الله والله محبة وكلنا إنسان. أرفقت فرح هذا الكلام بهذا الفيديو الذي ظهرت فيه وزوجها وهي تغني أغنية All of Me للمغني الأمريكي John Legend. نتابع. What would I do without your smart mouth? Draw me in and you kicking me out. Got my head spinning. No kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head.